الأستاذ المساعد الدكتور مناضل عبد الجبار عبد الرزاق رئيس قسم المحاسبة جامعة جيهان السليمانية. تأسس قسم المحاسبة في العام 2012-2013 ويهدف القسم إلى رفد سوق العمل بالخريجين من لديهم خبرة في المجال المالي والمحاسبي، وقد تم لغاية الآن تخريج 5 دفع من خريجي القسم. يضم القسم أعضاء هيئة التدريس أكفاء من حملة الشهادات العليا، وكذلك يحتوي القسم على قاعات دراسية ومختبرات للحاسوب، وهناك فرص عديدة للعمل لخريجي القسم في الشركات والمواقع الأخرى.